الكهرباء أكبر مسببات الغضب الشعبي في العراق، خاصة في الصيف الملتهب الذي عادة ما يشهد مظاهرات كبيرة. راحت حكومة عبد المهدي لمحاولة معالجتها مبكراً، خاصة وأن السيول قد تهدد خطوط إمداد الطاقة. وزارة الكهرباء وجهت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لإعادة خطوط نقل الطاقة الكهربائية والمغذيات التي توقفت ومعالجة العوارض الفنية التي حدثت وستحدث جراء السيول وسوء الأحوال الجوية. الوزارة كذلك ناشدت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر من التعامل مع شبكات توزيع الطاقة واللجوء إلى فرق الصيانة في حال حدوث عوارض فنية وقطوعات من أجل الحفاظ على حياتهم. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بقطع إمدادات المنظومة الوطنية عن المؤسسات والوزارات في عموم المحافظات باستثناء الدوائر الحساسة، وذلك ضمن خطة مبكرة لسد النقص الكبير في الطاقة الكهربائية. الخطوات الحكومية لا تعني حل الأزمة المزمنة هذا الصيف، إذ أكد الوزير لؤي الخطيب إن إعمار قطاع الكهرباء يتطلب 20 مليار دولار على 4 سنوات، مؤكداً وجود اتفاقات مع شركات عالمية لحل الأزمة. العراق أنفق نحو 40 مليار دولار على مدى 12 عاماً على ملف الكهرباء، لكن أغلب المحافظات لا تزال تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يومياً.